يقطع ام الاو يا جماعه بالله كم رقيب هالاول فزرو فريق السنه وصلوا. اذا حابب تشتري كوينز وتفتح باكجات وتضبط فريقك لتشكيله السنه مالك الا موقع يوسف باي افضل وارخص موقع لبيع الكوينز، وعندك كود الخصم SYR ايضا بيعطيك خصم اضافي 5% عند الشراء. ولحق جرب اللاعبين مبابي وميسي وبقيه الشباب، رابط الموقع موجود بالديسكربشن. تشكيله السنه كامله نزلت اليوم، بفتح باكجات مع عبده اجاني كتب يا جماعه الخير، فتحنا باكجات ايضا بفتح باكجات زياده وبلعب ومتجرب لاعبين والحظ يعني حرفيا لا لكم. حتشوفوا كل شيء بالمقطع، ما بدي احرق، اضغطوا على زر لايك، اشتركوا بالقناه، المقطع هذا جدا متعوب عليه، وصلنا المقطع 40000 لايك. طيب يا جماعه هذا فريق السنه كامل الان بالباكجات، اليوم معنا عبده طبعا. تشكيله السنه كامله ميسي مبابي بنزيما بقيه الشباب كلهم ترى شوف مجمع كل الباكجات باكجات الارض وغير عن الايكونز. ارجع كده ثاني على الطاقات، شوف الطاقات احسن. حكيمي جامد، حكيمي اسطوري جامد. وفيه اسطوري وكل الدفاع كل كل كلهم هوايا فريق سنه يعني كل جامد. كل واحد اقوى من الثاني. مودريتش جامد، دي بروين، دي بروين مودريتش ولا دي بروين؟ دي بروين طبعا يا رجل. دي بروين اغلى واحد فيهم بالوسط هو كرتو. فان دايك حس سؤال لواحد كل دول. لا بس اغلى من ميليتاو فان دايك لانه قوي. طيب استعملت منار. شوفوا يا جماعه الخير، مبدئيا شوفوا شو مجهز انا باكجات لفريق السنه. ها 156 باكج طبعا، انا مجمع من الاول حدود 80 وعملت ترقيات، ففي باكجات 50000، باكجات 100000، باكجات زائد 81، باكجات انفورم مدري شو يعني من الاخر. في باكج ب 10 كوينز نزل مبدئيا. او ماي جاد، لا ما تقلي شالوه، ما فتحته يا هو. يا هو حساب من الصفر، شو اللي افتح؟ والله روح اعمل سلسله وافتح انت بحسابك. طيب هذا لاعبين زائد 81 مبدئيا ماشي. بالاضافه لهيك نزل مبابي الشهر طبعا. انا منار كل الناس عم تسالني منار تعمل تحدي كذا، ترى شوف اذا ما بيطلع لي مبابي الازرق ممكن اني افكر اعمله، بس بيطلع لي ان شاء الله مبابي الازرق يعني، وساعتها ما بضطر اني اعمل مبابي لاعب الشهر. ف حتى بوجبا نزلوه، طاقاته حلوه نوعا ما الصراحه. بوجبا قابل للاصابه، عاملين له واحده قابل للاصابه والله. او ماي جاد. بالاضافه لهيك في ايكون نزلوا باكج ابو 3 لعيبه دفاع زائد 83 مدري شو. ايوه طبعا يا جماعه نسيت ما قلكم، عملت اللي هن هذول الثلاث لاعبين وناحي ومارتينيز ودوان، وبالاضافه لهيك بيعطوني بنزيما الاعاره، فخلصت كل التحديات هي واخذت وقت الصراحه، بس التحديات حلوه وكثره معنا. بسم الله بناخذ هذول الثلاث لاعبين ورب طاقات يعني حلوه، وناحي طاقاته حلوه كل يوم. ايوه ثلاث لاعبين هذول نخلص تحدياتهم. حل او ماي جاد شكلك يا رجل. انا فجاه فكرت في ازرق هون. اول لاعب ازرق سجل لي العداد. خلصت السيزون كامل واخذت هذا الباكج، بيعطيني بوزيشن ما ادري شو الصراحه الفائده من هذا الباكج، بس انه اوكي هذا الباكج الليفل 30. طيب يلا بسم الله نبدا مع اللاعبين ابو زائد 81، ومجمع باكات كثيره المفروض يجي شيء قوي. طيب اول باكج حلو، كم الريت مثلا مبدئيا؟ 83 ماشي. طيب هذا كلام طيب يا عمي. اوه عبدو عنا باكات الارض، انا مجمع خاصه لفريق السنه. الان يا جماعه جينا لاقوى وقت بفيفا حرفيا يا جماعه الخير، تشكيله السنه كامله بالباكجات بالاضافه لتشكيله المرشحين. شوفوا اللاعبين بس، ميسي مبابي بنزيما دي بروين وكورتوا وفان دايك ومودريتش هالاند. هالاند طبعا نزل يا جماعه الخير، للعلم اللي ما شاف هالاند نزلوه بفريق السنه اللاعب رقم 12، فاز بالتصويت على حساب فالفيردي وحساب اللي هو جواو كانسيلو، بيلينغهام، ميليتاو، هرنانديز، حكيمي، ريكي، بيدري ولدنا نزلوه اخيرا في لاعب من برشلونه، فينيسيوس طاقات الارض حرفيا، فالفيردي، ماينان، ساكا، فكير، ديفيز وبريمر. هذا طبعا غير الايقونات، هذول طبعا الايقونات كمان تقريبا انهم موجودين لغايه الان، فمتامل انه يطلع لي شيء باذن الله. طبعا نزل بوجبا، نزل مبابي تحدي، نزلوا ساديو ماني. مبابي طبعا لاعب الشهر، ما ادري اذا شفناه مع بعض من قبل، ولكن سعره جدا غالي يعني، الانفورم ارخص ونفس الطاقات وبينباع، ولكن هذا اذا عندك ريتات كثير ممكن انك تعمله ببلاش حرفيا ما يكلف شيء. طبعا بحال ما طلعني يعني فريق السنه ممكن اني اعمل مبابي هي النسخه، ماني طاقات الارض يا جماعه الخير حرفيا، هذا اقوى وقت بفيفا مع فريق الموسم طبعا، ف بدي احاول استغل هذا الشيء. طاقات ماني اسطوريه، جناح الارض حرفيا، فعملت جدا تحديات كثيره، في تحدي دوري فرنسي اللي هو بيعطيك ثلاث لاعبين عميل معهم من الدوري الفرنسي وخمسه معميل، المهم ثمان لاعبين من الدوري الفرنسي توتال، وبالاضافه لهيك عملت باكج ايكون، نزلوا بوجبا، مجهز لكم ترقيات الارض، شوفوا كم باكج عامل. طيب حاليا عندي 167 باكج يا جماعه، غالبا حنفتح اغلب الاشياء اللي موجوده، لانه الان اقوى وقت، انا خزنت الباكات كلها لهذا الوقت، فيا رب انه يجيني لاعب من فريق السنه خلينا نقول، وبالاضافه لهيك احتمال في باكج ايكون، في باكجات اللي هي ترقيات زياده، بالاضافه لهيك في مهام خلصت فيها شويه مهمات، المهم كان اسبوع للتاريخ الصراحه. ووك اوت ايوه
ليفاندوسكي؟ ليفاندوسكي حتى يا جماعه ليفاندوسكي ما نزل بتشكيله المرشحين وهو صاحب الحذاء الذهبي الموسم الماضي. انت متخيل نزلوا هاري كين وما نزلوا ليفاندوسكي؟ انا ما والله ماني عارفان شو اقول قسم بالله ماني عارفان. انفور موكا الماني جي كي او ديم تراب نزل او لعب والله ريت الارض. يا سلام يا سلام حلو هذا. معقول عمل تحدي مبابي؟ والله ما ادري يا جماعه تحدي ماني ولا تحدي مبابي اسطوري والله. وكاوت يا سلام ماني مندي حلو حلو والله حلو يا جماعه. وكاوتات الارض كله وكاوتات وكاوتات ريتات الارض. طيب عندنا باكج 10 لعيبه زائد 83. هات هات يا رب يا كريم يا رب يا كريم يا رب. حتى هذا ما جاني منه ازرق تراتي. اوكي طيب هذا 3 لعيبه وسط يا رب الوسط فيهم والله والله الوسط فيهم يا رب. اقبال برونو فرنانديز او برناردو سيلفا والله ريت الارض ممتاز. او ماي جود نايس باكج والله باكج نايس والله نايس يا رب. باكج مدافعين ارجوك يا اخي ارجوك ازرق والله للان. اوكي ووك اوت روبن دياز روبن دياز ارنولد واو ما نزل مرشحين. يلا 3 مدافعين زائد 83 ارجوك ارجوك. ووك اوت ارنولد مره ثانيه اسبانيا ديفيد دخيا. اوه كراكيتش حلو 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 اللعاب يا الباكج وربي باكج خرافي تراتي. طيب هذا باكج بيعطيك 5 لعيبه زائد 84 ريتنج. والله يا جماعه صرت فاتح 50 باكج ما جاني الا شويه ووك اوت يعني ولا مرشح حتى ولا اي شيء حتى. اوه ماي جاد اوه ماي جاد انا بنجلط. هذا 5 لعيبه زائد 84 اخر شيء اول لاعب 85. هل شفتوا باكج أسوأ من باكجي يا جماعه؟ انا بتحدى. والكر واو بعد ما انتهى والكر بليز 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 ازرق. اوكي ووك اوت ارجنتين سي اف ديبالا انا بدي ميسي ما بدي ديبالا ارجوك. ووك اوت روبن دياز روديجر يا سلام. طيب ليش مو ميليتاو ليش ليش ميليتاو يا اخي على الاقل حسبي الله مو على الاقل على الكثير بس يطلع ازرق. ووك اوت ليفاندوسكي او ماي جاد والله نايس وربي نايس. ليفاندوسكي ما نزل مرشح انا بنجلط انا بنجلط. كيف ليفا ليفا مو من المرشحين على الاقل يا اخي. اوكي اوكي ما ينزل فريق السنه ماشي ماشي خلينا نقول ما راح ينزل بس مو مرشح حتى مو من تشكيله المرشحين. ايش في ايش في شلون هاري كين موجود واو اوكي ريتنج الارض شكرا ويلكم. روبن دياز السنه الماضيه كان ازرق ما طلع لي السنه الماضيه. انا مشخصنه يا جماعه والله اني مشخصنه مع كل اللعيبه بس يا رب ازرق. ايوه كيف يا اخي ووك اوت مو ازرق. او ماي جاد ارجوك يا اخي فكني منك يا توني كروس يا اخي والله بحبك انا كلاعب وكذا بس خلاص. في هذا الباكج يا جماعه 3 مدافعين وبعده خلص شكلي بفتح باكج الايكون للان. اوكي ووك اوت مين روبن دياز ما طلع لي ولا ازرق لانه الصراحه وانا ناوي انه يطلع لي لاعب ازرق بس حرفيا يا جماعه فتحت باكجات كثيره الزرق منقرضين ما بعرف مين عم يطلع له ازرق اصلا بس حلو روبن دياز تحديات يعني بيفيد. والله مباب الشهر ما بعرف ساوي ولا لا يا جماعه حرفيا شوفوا ما راح ادفع مو ما راح يمكن ادفع شيء بسيط ولكن عندي صار النادي مليار ريتات فتحت باكجات كثيره فبلشت افكر الصراحه اعمل تحدي مبابي يعني للامانه ولكنه اغلى من الانفور شويه بس اني ما راح ادفع عليه فهي الفكره الصراحه. حلو عملت تحدي 85 ريتنج من تحديات مبابي هلا خفيف ببدا فيه لانه غالبا احتمال كبير اني اعمله. اللي كان ببالي اول شيء انه منار ممكن يجيك مبابي الازرق يا رجل ازرق عادي ما اجاني ليجيني مبابي يعني مستحيل. اخر باكج دوري فرنسي وبعدها باكج الايكون. اله فابيان رويز فابيان رويز اوكي لا سولير فرقت فرقت منار. طيب قبل لا نفتح باكج الايكون في باكج اللي هو 3 مدافعين زائد 85. طيب بسم الله يا رب يطلع ازرق يا رجل يا رب يطلع ازرق. ترى كورتو يحسب من الدفاع ها بسم الله بسم الله بسم الله ارجوك ارجوك يا رجل ارجوك. لا 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 لوريس حسبي الله. 3 لعيبه زائد 85 اخر شيء اول لاعب 87 حتى واو واو واو. طيب حلو هاي خلصنا تحدي كمان من تحديات مبابي يلا يا رب يا كريم يا رب يا كريم. السنه الماضيه مبابي لاعب الشهر حلبته حلب يا جماعه حللته تحليل فيعني هالسنه كمان بحاول اني استفاد منه قدر المستطاع. اوه ماي جاد فتحت باكج تعبان موكا كام روبن دياز
اكيد اكيد بينباع هذا الباكج حلو ممتاز. طيب عندنا باكج الايكون، بسم الله الرحمن الرحيم يا جماعه، شوفوا الباكج هذا ميد او برايم او كاس العالم حتى ممكن انه يطلع لك منه، وبالتالي بنشوف الطاقات. المره الماضيه الصراحه الحظ خيبني للاسف، طلع لويس فيجو، فنتمنى هاي المره يطلع لنا شيء اسطوري مع صوره الدوني كريستيانو رونالدو. يا رب يا كريم، متحمس للباكج صراحه وحاسس بيطلع لي شيء بيعوضني عن الخيبات بالباكجات اللي فتحتها. بسم الله الرحمن الرحيم، خلينا نغطي. يا رب اتامل انه يجيني ايكون فنان، ارجوكم يا اي ايكون يعني يلعب معي لنهايه اللعبه ارجوكم. طيب بسم الله، هل انتم جاهزون يا رجال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله. طيب اوكي، 5 2 1 اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. اوه نايس، فيزيكال تعبان، يا سلام بيعجبني الفيزيكال تعبان بيعجبني. يا رب انه الدفاع كمان تعبان. حلو، 52 و47 و41، يا سلام يا سلام. مدافع يا جماعه، بس الهيدنج عالي يعني اللاعب طويل، فهي ممكن شيء جيد ممكن لا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله، يا رب يا رب يا رب. حلو حلو، 89 بس اوكي يا رب. او ماي جاد، مهاجم يا جماعه. ها لا، هذا ميد يا جماعه، هذا ميد، ما في. او ماي جاد، ما في الا السرعه، ما في الا السرعه فوق 90. ارجوك يا اخي ارجوك، كاس عالم برايم برايم. او ماي جاد او ماي جاد، يا العفان لويس هرنانديز يا جماعه. كم سعرك طيب؟ كم؟ يا ارخص من لويس فيجو حتى اللي طلع لي المره الماضيه. يا ربي الحظ الحظ، فريق السنه معي مش طبيعي قديش سيء. الله يا الله، ارجوكم يا اي خلاص. 55,000 كوينز يا رب. ووك اوت، حلو. برازيل سي دي ام فابينيو، حلو حلو حلو، بينباع. باكج 50,000 اوكي اوكي. انا والله شكلي يا جماعه اكروس، لا والله مولر، والله يا جماعه شوفوا شكلي بفقد الامل انه يطلع لي ازرق اليوم صراحه. حاول افتح لي باكجين كمان والباقي شكلي بوفرن. في ايام هيك الحظ خلص سيء، يعني صرت مفتح حرفيا يا جماعه. هذا المقطع ما يعني انتم ما راح تشوفوا كل شيء، ولكن 120 باكج تقريبا او 100 وشي، ولا ازرق ولا حتى مرشح، انت متخيل؟ يا ساتر. ولكن لسه فريق السنه مكمل. كروس روديجر، لا وين شو له حتى مو روديجر. طيب عندي باكج اللي هو لاعب اعاره من فريق السنه، والله ما بعرف الصراحه مين بدي، بس يلا اهم شيء يطلع لنا اي شيء ازرق. او ثيو هرنانديز ما طلع، او ماي جاد كله ما عندي اياهم يا جماعه. وربي مودريتش، او بابا بابا يا لوكا. طيب باخذ مودريتش اكيد، باخذ بودي يا ورجيني الطاقات. رب الطاقات يا جماعه، طرب طرب، بودي جدا جرب مودريتش الازرق يا جماعه. مودريتش المالك الاول، واحد يقول لك مو طلع لي مودريتش. طيب اعاره والله مو شغلي، المهم طلع لي بدي احط بالعنوان طلع لي مودريتش مو شغلي. جولاتو 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 ازرق، ولدنا. او ماي جاد، اخيرا طلع لي شيء، اخيرا طلع لي شيء. يا الله فكرت ابو فريق السنه اول شيء، انا صوتت له ما نزل. او ماي جاد، سعره 250,000. يا ولدنا يا جماعه، يا الله فكرت ابو فريق السنه اول شيء. يلا يا اخي اهم شيء طلع لك ازرق مرشح ولا مش. والله يا جماعه هرمت انه اخيرا، الحمد لله طلع لي شيء، الحمد لله انه طلع لي شيء. ويلكم يا بيدري يا ولدنا، ويلكم يا بيدريتو. ورب طاقاته حلوه يا جماعه بيدري، ها والله ماني عارفان وين بده يلعب يا جماعه. اذا عندي مودريتش وعندي زيدان وخمس نجوم، كلام جميل والله. وبيلعب ال دبليو، وات بيقدر يلعبه جناح يسار؟ دام دام. جينا الان لاغلى تحدي موجود تقريبا بكل اللعبه، مالي عم بالغ بظن. هذا يا جماعه اغلى تحدي من تحديات كيليان امبابي، تشكيله طالب 89 ريتنج. شوفوا اللعيبه، هي طبعا حصيله الباكجات. ليفاندوسكي المالك الاول ما بينباع، المالك الاول ما بينباع، كل التشكيله المالك الاول ما في، في واحد الوحيد اللي بينباع هو مولر ريتنج 87. هاري كين طبعا من على الاحتياط اشتريته ولقيت عندي حدا ما بينباع. المهم انه التشكيله كلها لاعبين مالك اول وما بتنباع. هي التشكيله يا جماعه الخير لوحده سعرها 400,000، يعني انا موفر من مبابي لوحده بهي التشكيله 400,000 غير عن التحديات الباقيه اللي عملتها. وبالتالي اذا بعمل مبابي هذا وبيطلع لي الازرق والله ما راح ازعل، وبالعكس حانبسط وبزياده كمان. خلينا نرسل ونكمل باقي التحديات، يعني بنكمل مبابي ما بياخذ معنا وقت كثير بس بيستاهل حرفيا جدا قوي. او ماي جاد او ماي جاد، هذا شو هيرو؟ او لا ويرو نايس. يا حرام لو طلع لي نسخه كاس العالم، يا هذا والله 100% اساسي هداك بينزل. يا العويران، انا قلت العويران كان ممكن يطلع لي سامي الجابر حتى. شوف يا جماعه بعد حصيله شويه باكجات اخذنا هي الترقيات، ايكون تيم اوف ذا يير وترقيه تيم اوف ذا يير كمان. فالايكون شوفوا رونالدينيو يعني ايزي.
واحد يستخدم، واحد يستخدم. او ماي جاد ديفيد بيكهام، الله اكبر الله اكبر يا جماعه. بالله كم سعره؟ بالله كم سعره هاد؟ تفضل. او ماي جاد، ب 3 مليون يا جماعه، وبيلعب سي ام محور الارض. كم محور عندي بالتشكيله؟ خلاص يا اخي محاور مليون محور بس. والله ممتاز، والله ممتاز جدا ممتاز. بيكهام ال 94 يا رب. بابي لينغهام، الإيرلينج الإيرلينج، شكله كروس بيريح يا جماعة. بنجرب نعطي فرصة للعم لوكا مودريتش. الحلو إنه بيدري بيلعب ال دبليو، فممكن إني حوله ال دبليو، وطبعا جوا الجيم حيلعب وسط. طيب بنجيب كانسيلو المرشح بشتريه، بقدر إني حوله آر بي وأشبكه مع اللي هو إيرلينج هالاند. عم فكر نزل اللي هو أشلي كول، عندي ميليتاو، عندي مودريتش، عندي جافي. يا جماعة قسما بالله تشكيلة الأرض. ويلكم يا كانسيلو، أهلا وسهلا، بنور الخطة يا جماعة. بعطيه انكر مشان يزيد بالسرعه والدفاع، لانه الصراحه الفيزيكال عنده مو افضل شيء، فلازم يزيد بالفيزيكال يصير طرب. بنجيب فودن اللي هو فريق كاس العالم لافضل اللاعبين، لانه بيشبك مع هالاند صراحه، مع هانتر يعني طاقاته طرب للامانه. ويلكم يا فودن. انا بعرف كثير ناس عم تقول منار وين كرويف، شو ليش مغير بالتشكيله مدري شو، ترى التشكيله لسه يعني مو ثابته 100%، ممكن انه يرجع فيها تغييرات، وغالبا ممكن رجع كرويف، ولكن على سبيل اني اجرب لاعبين جدد فهذا اللي قررت اني اساويه. ففودن بظن بيلعب سي اف المفروض، فهيك بيعطي لهالاند. اوكي هيك ما اعطى هالاند تناغم كامل، لازم المدرب يكون لازم تقريبا لاعب كمان من الدوري الانجليزي بنجيبه هون، وهيك هالاند بياخذ 10. خلص يا جماعه، بعد التفكير الخطه بتكون بالشكل التالي. شو قررت اجيب ايميليانو مارتينيز، طبعا عملته تحدي فقلت لحالي ليه ما نجربه، فبيكون عندك 1 2 3 4 5 6 7 لاعبين زرق. بشتري جوردي البا لانه بيعطي تناغم نفس النادي والجنسيه تبع بيدري، وبيدري بيلعب جناح وفودن جناح، هذول مهاجمين يا جماعة قسما بالله تشكيلة طرب. للأسف زيدان بس حطيته على الاحتياط، يعني لأنه بيودي يجرب عناصر جديدة، وغالبا أنه بيرجع، بس خلينا نجرب لأنه هذول إعارات، فحاول نستغلهم ونشوف. هيك ممتاز، هيك التشكيلة يعني ما بعرف شو ممكن يكون في أقوى من هيك يا جماعة. شوف يعني رونالدو الظاهر احتياط، مبابي فريق السنة احتياط، خلينا نجرب بالفوت ونشوف، وأنا ضمنان إني ما راح أخسر، لا تخافوا بإذن الله ما بخرب ريكوردي. أوه ماي جاد، ما ضغط إكس. أوكي ضغط إكس ضغط إكس. أوه يا الكنسيلو، اه يا الالبا البو حكم. طع شكلك يا كانسيلو، ماذا تفعل؟ ايوه التشكيله المفروض انها بهي الصوره تكون. يا سلام اللوكا الامير، يا الامير اطربني بباصاتك يا اللوكا. انا كان عندي كروس طرب الباصات بكروس. اوه يا 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 اللوكا مودريتش، يا 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 اللوكا يا العم. يا ساتر يا ساتر يا جماعة، يا فوتاتك يا المودريتش، على طريقتك يا مودريتش، ها على طريقتك. والله فضيت لياقته شكله. بيل بيل قطع مني يا رجل، خان خان العشرة يعني. يا لوكا بدي اشوف باصات مودريتش، يخرب بيت الباص، يلعن شكله جابها. شو الكذب؟ وشوف لي باصات مودريتش، باصات مودريتش يا عيني على الباص يا مودريتش. حلوة، فودن فودن، مودريتش مرة ثانية، مودريتش مرة ثانية، مودريتش مرة ثانية، على طريقتك. او ماي جاد او ماي جاد، مودريتش مش طبيعي يا جماعة قسما بالله. اوفر باور، مو اوفر باور، اسطورة بينه اسطورة. لا تنسحب ارجوك لتضيع لي المباراة. او ماي جاد، رح تضيع مباريات الفاضية. فات بيدري ولدنا، بيدري ولدنا عم لعبه على الجناح. ولدنا 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 جلدهم، ولدنا جلدهم قسما بالله ولدنا. بيدري بيدري، يا السلام يا الولدنا، يا السلام يا الولدنا، يا السلام يا الولدنا، يا عيني يا ولدنا، يا عيني يا ولدنا، يا عيني يا ولدنا. يا اخي اسستوا ضربة جزاء، تسلل. او ماي جاد، هالاند هالاند انزيما. يا السلام يا السلام يا السلام يا الحكومة، يا السلام. يا ساتر، هالاند هالاند هيز ان ذا اتحاد، هيز مدري ايش هالاند. الإيميليانو بطل العالم يا عيني يا الإيميليانو. حكم 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 حكم، لا لا يا حكم، لا يا حكم، عيب عليك. يلا قوالك يا هالاند بالحقيقة فاول. اوكي يا جماعة ايش في يا جماعة؟ يا
يقطع ام الاوق يا جماعه بالله كم تقييم كل الفول. هالاند هالاند إميليانو ثقة يا جماعة صدقوني. أوكي جي جي. طيب نجي لتقييمات اللاعبين يا جماعة. إميليانو مارتينيز من أقوى حراس اللعبة صراحة. عن تجربة هذا الحارس أوفر باور بزيادة صراحة، بيصد كرات مستحيلة يعني اللي ما عمله. أنا بنصح أنك ما بعرف إذا لسه موجود أو لا، كان سلو ما بيّن يعني إلا بلقطة الهدف، بس دفاعيا يعني مو أفضل ظهير للأمانة. 400,000 كتير عليه. خلينا نقول ميليتاو بياخد 8 من 10، خلينا نقول إميليانو مارتينيز بياخد 9 من 10، كانسيلو 7 من 10، ميليتاو بياخد 9 من 10، ألبا خلينا نقول 7 من 10، فيزيكال جدا سيء ممكن مع أنكور يفرق، مودريتش طرب السنين 10 من 10، خفة الأرض فيه بالنص مش طبيعي، لو كان عاجبني لدرجة مش طبيعية. بيدري الصراحة بياخد 9 لأنه لعبته جناح، ما يعني حتى 9 كتير والله الصراحة، بعطيه 8 من 10 لأنه لعبته جناح ما كان هالشي يعني لأفضل شيء، ممكن بالوسط يعني يبدع زيادة خاصة أنه 5 نجوم، فثمانية من عشرة شايفة مناسبة. فودن 7 من 10، هالاند 10 مو 10 هقول 9 لأنه الصراحة فيه شوية تقل للأمانة، يعني بنزيمة أخف منه بفرق واضح، بتحس بنزيمة أنه أخف، ف يعني تقدر تقول انه بنزيما عجبني شوي زياده بموضوع الخفه، ولكن بنزيما قيمته سابقا. هالاند بياخذ 9 من 10، ممكن لو عندي بينك ياخذ 10 من 10، بس وربي جدا مبسوط باذن الله الحلقه الجايه حيجيني لاعب ازرق وضمه لهي الخطه باذن الله. من بكش باذن الله، ادعوا لي يا جماعه يجيني لاعب ازرق، واضغط على زر لايك حبيبي، اضغط بالله زر لايك حبيبي الان.